يعني يضخ ميه باقصى حمل ومانس يضرب لي في الاخر. معلش انا عايز بعد اذنك نستلم الماوي بعد اذنك. ده ما يزعلش يا باشا، ما يزعلش. امان لشغلك وامان ليا. معلش انا يا باشا، يا باشا كلام سعادتك واضح. التانية دي احنا بنرصف، عايزين لما نرصف نرصف واحنا مأمنين. زي ما حضراتكم شايفين هنا في مدخل من النيل، الترعة الصغيرة اللي انتم شايفينها دي اللي احنا كنا واقفين عندها من كام ازاي. الترعة دي احنا جبنا لها مواسير بتغطى وتعمل بوكس سكشن حوالين المواسير دي، هيتعمل خرسانة اربع اركان، هتبقى المواسير نفسها محمية وهيترصف فوقها، وبالتالي حمينا لايه؟ حمينا كمان المية اللي داخلة للزراعة، المنطقة الزراعية اللي جوه. الله يبارك وكمان الله يكرمك يا حاج. الله يبارك لك. الله يخليك. وبالنسبة لسيادتك الكوبري فيها غلطة.